ووصلنا لمساحتنا الثانية من صباحنا غير رح تكون ضمن المساحة الطبية. خلال شهر رمضان الكريم عم تتغير عاداتنا السلوكية والغذائية من مواعيد تناول الأدوية لبعض الأشخاص المصابين بأمراض معينة أو حتى وجبات الطعام وحتى كمية المياه نور، ودائما مرضى القلب والأوعية الدموية لهم حساسية معينة. أكيد نرمين، لأنه أساسا يعني الشخص العادي أساسا بيختل نظامه الغذائي، لأنه يعني بتحسي روتينه كله يختلف، يعني بتصومي لساعات طويلة حسب المناطق، يعني أكثر من 15 ل16 ساعة صيام، وجبتين غذائية، الفطور والسحور، وأساسا ما في التزام بالقواعد الأساسية، لأنه المائدة أساسا السورية غنية بأكلات الدسم وهي التفاصيل، فبيعمل اختلال بالنظام الغذائي وأساسا اختلال بالجسم. نحكي عن الصيام آثاره السلبية والإيجابية لمرضى القلب. معنا الدكتور أيمن محمد كشتو، اختصاصي بأمراض القلب والأوعية الدموية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. دائما بنحكي عن فوائد الصيام وقديش هي مهمة لتنظيف الجسم. بالنسبة لمرضى القلب والأوعية الدموية، هل هو الصيام مفيد بينعكس إيجابا أم سلبا على حالته؟ تمام. هلا الصيام له فوائد عديدة على عدة مستويات، مو بس على القلب. فمثلا على الجهاز العصبي المركزي بيساعد على تجدد الخلايا، ممكن يخفف الأمراض التنكسية مثل الباركنسون والألزهايمر. كمان بيخفض أرقام سكر الدم وأرقام شحوم الكوليسترول، وهي طبعا إلى تأثير إيجابي على القلب بنفس الوقت. كمان انخفاض أرقام أو معدلات أرقام الضغط الشرياني بنلاقيها بشكل ملحوظ خلال فترة الصيام. ممكن نعتاد نخفف جرعات الأدوية كمان. هو بالحقيقة الصيام ممكن أنه يغير تحرر الطاقة من الغلوكوز لتحرر الشحوم، يعني الجسم بصير بياخد الطاقة مو بس من تحرر الغلوكوز وإنما من تحرر الدهون المخزنة بالجسم. هلأ هاي الآلية ممكن تساعدنا على تخفيف نسبة الكوليسترول والكوليسترول الضار والشحوم، وكمان بنفس الوقت كمان بتخفف مقاومة الأنسولين اللي بتعمل لنا الأمراض السكر. كمان ممكن مفروض تساعدنا على تنزيل الوزن. صعب يعني بالمائدة أساسا الرمضانية المشقية السورية صعب. بس إذا نحكي عن آثار، يعني نحن يمكن خلال رحلتنا الصباحية حكينا بشكل موسع عن الآثار الإيجابية أساسا للصيام، أساسا بتعمل عملية تنظيف للجسم، بس نحن عم نحكي عن بعض المحاذير لمرضى القلب، لأنه أحيانا بتلاقي في إصرار من المريض أنه يصوم، مع أنه هي بتختلف حسب المرض قديش شدته، لأنه في عندنا اختلاف بالشدة. خلينا نحكي عن صار الصيام على مرضى القلب واختلافهم، يعني لأنه الشدة تختلف. تمام. حتى الشخص الطبيعي اللي ما عنده أي أمراض إذا ما اتبع حمية غذائية خاصة فنحن هاي الفوائد تحولت لأضرار بالحقيقة. صحيح. فيعني نحن هاي الفوائد مفروض تكون مرهونة ومشروطة باتباع حمية غذائية خاصة يعني متناسبة مع الصيام. أما مثلا صيام عن فترات طويلة وبعدها وجبة ضخمة وكمية من الدسم والسكريات والحلويات، هون نحن صرنا بالأضرار. في عالم ممكن يزيد وزنه آخر شهر رمضان بسبب الحمية والوجبة الكبيرة بعدها. بالنسبة لمرضى القلب يعني الحقيقة هو هم مفروض يراجع طبيبه. كل مريض ممكن يكون له وضع خاص، نحن ما فينا نعمم بشكل عام. مثلا مريض الضغط فيه صوم ولا ما فيه صوم؟ العديد من مرضى الضغط نسمح لهم بالصيام، بس في استثناءات، يعني في دكتور بيقول لك هيدا ما بيصير كمريض. واللي بيعقد المشهد بصراحة وجود عدة أمراض، ما في يعني الضغط ممكن يترافق مع داء سكري. صحيح. مع مشاكل بالكلية، مع مشاكل هون بقى لا، نحن نرغب المريض أنه لا استشير طبيبك، لأنه الصيام ممكن يأذيك كتير. نحن المدرات بتشكل جزء كبير من وصفاتنا بالنسبة لمرضى الصمامات واعتلال القلب وحتى ارتفاع لمرضى الضغط الشديد والمعند. هلأ بالنسبة لمرضى الضغط عادة تحمله جيد أثناء الصيام، يعني المريض ما بيتضايق إذا المريض عم ياخذ دواء خفيف، بس إنه يستشير طبيبه إمتى ياخده، مثلا على الفطور ولا على السحور. إذا كان دوايين ممكن نوزعهم، الدواء اللي بيكون فيه مدر عادة بنخليه على الفطور ما بنخليه على السحور مشان ما يطلب كميات كبيرة من السوائل أثناء فترة الصيام. يعني بالنسبة لمرضى الضغط الخفيف والمتوسط ما في عادة مشاكل ابدا، بس ننصح المريض انه يراقب ضغطه خلال اول فتره. ممكن انه ينزل ضغطه نتيجه الصيام فنحن بنخفف الدواء. ودائما يعني نحن يعني المريض وقت انت بتحس حالك تعبت لبكت افطار وتابع مع طبيبك،
يعني خليه ينحط بالصوره بشكل ادق ليقيم لك حالتك، واذا في داعي لتخفيف الدواء بخفف لك اياها. طيب دكتور، انت حكيت عن الحالات اللي ممكن جائز فيها الصيام او الشخص بيقدر يتحمل ويصوم، ولكن في حالات بتجي وهي واضحه يعني انه ما بيقدروا ابدا، ممنوعين من الصيام، خلينا نحكي اكثر عن هاي الحالات. مثلا ارتفاع الضغط، مو نحن قلنا انه تحمل جيد، ارتفاع الضغط المعند واللي بيعتاد جرعات عالية من المدرات ومن الأدوية ما من فضله يصوم. طبعا مشكلتنا مع الصيام هي موضوع المي، فنحن ما فينا نحرمه من المي كل هالفترة الطويلة ونحن عم نعطيه مدرات، فالمفروض ما يصوم المريض. بالنسبة لخصوصا كمان إذا ترافق مرضى الضغط الشديد مع مرض سكر أو أمراض تانية. هلأ بالنسبة للأمراض القلبية كمان، إذا كان في عنا خناق صدر، إذا كان غير مستقر، إذا مريض مركب شبكة، إذا مريض صار عنده احتشاء عضلي قلبية، مرضى الجراحات القلب سواء المجازات أو الصمامات، كل المفروض ما يصوموا. لأنه عملية بسيطة، نحن عم نحكي عن جميع عمليات مرضى القلب لازم يتم استثناء من الصيام. هلأ حتى المريض مثلا اللي مركب شبكة حديثا المفروض ما يصوم على الأقل مدة شهر بعد فترة فترة القسطرة. طبعا هذا اللي ما صار عنده احتشاء قبل القسطرة، يعني اللي صار عنده احتشاء لا، احنا ممكن انه نمنعه من الصيام عدة اشهر بعد الاحتشاء. بالنسبة لمرضى قصور القلب، نحن هدول المرضى ما بنفضلهم يصوموا ابدا. العلاج الرئيسي عند هدول المرضى هو المدرات، ومو نوع واحد، ممكن يكون نوعين او يعني عدة ادوية. طيب شو الاثار السلبية للي بيصوم؟ لانه في ناس تصر انه حتى يعني بنشوف في حتى بالمجتمع والله في عالم عم تكون مصر يعني الدكتور بيمنعه انه ممنوع تصوم، لكن بيصير بتلاقي انه هو شو اللي اثر يمكن خصوصا اللي عندهم قصور قلب، عندهم امراض صماميه، هدول يمكن بيكون موضوع مختلف عندهم. اخطر شيء رح نواجهه هو التجفاف نتيجه اخذ مدرات وقله شرب السوائل، تجفاف، وهون رح يصير عندنا قصور كلوي. وهي حاله بصراحه كثير خطيره، لانه الاذيه الكلويه ممكن تكون غير عكوسه بعد هالحاله. صحيح. يعني فالتزام حتى نحن الأدوية يعني بتتطلب كمية جيدة من السوائل، يعني ممكن تضره أكثر للمريض إذا ما شرب مي منيح معه. طيب دكتور، نحن تقريبا يعني رح نودع الشهر الكريم، وأيضا يعني المرضى اللي كانوا يصوموا رح يرجعوا لروتينهم الحياتي، ورح ترجع ممكن مواعيد الدواء لتوقيتها، في ممكن يعني يحسوا كمان بتعب معين أو هذا التغيير إنه يرجعوا لنظامهم الحياتي ممكن يعانوا من أعراض معينة؟ قصدك بالنسبة لتبديل مواعيد الأدوية؟ تماما. مفروض لا. يعني هو الأدوية نحن عنا ما بتشتغل والله لمدة كم ساعة، يعني نحن الأدوية ممكن إذا تغير موعدها 3-4 ساعات أو حتى أكثر ليوم واحد تأثيره مهمل بيكون، يعني أنه مريض الضغط اللي كان عم ياخده على الفطور تاني يوم مثلا أخذه الظهر بدل الصبح، ما كثير رح يكون في مشاكل كبيرة بهذا الموضوع. وبننصح نحن دائما مراقبة الضغط ومراقبة السكر، يعني هي تعطي المريض يعني تقييم أدق لحتى يعرف إمتى ياخذ الدواء. يعني إذا الضغط لقيته نازل أجل موعد الدواء أو اتصل مع طبيبك، ممكن خفف الدواء مؤقتا. طيب دكتور، خلينا نحكي يمكن عن الأخطاء الشائعة اللي بيقوموا فيها المرضى خلال شهر رمضان المبارك من خلال تواصلهم بشكل دائم. هلا اول شغله نحن عم نواجه مرضى نقول لهم لا تصوموا ومصرين يصوموا، هي اكبر مشكله. بالنسبه للمرضى اللي ما في مشكله اذا حابين يصوموا ويكملوا، يعني موضوع الوجبه الوجبه الطعاميه اللي عم تكون عند الافطار تنوع، يعني نحن من المؤسف انه اكثر حالات التخمه بتكون خلال شهر رمضان. صحيح. بعد وجبه الافطار. صحيح. يعني الحلويات بيكون استهلاكها، معدلات استهلاكها اكثر بكثير من الاشهر العاديه خلال شهر رمضان. طبعا هذا الغذاء غير صحي وله تأثيرات سلبية كتير طبعا على القلب وعلى الشرايين. يعني ممكن كمان قلة شرب السوائل يكون كتير إلى تأثير، يعني وقت بين الإفطار والسحور ضيق شوي، مفروض انه يعني نأمن حاجة الجسم على الاقل لترين لثلاثة لتر. لانه يعني في ناس كمان ما بتتسحر، يعني في ناس مثل ما قال في فترة مش كتير طويلة بين الفطور والسحور، فحتى اذا ما تسحر هي له اثار كبيرة على جسم المريض. يعني هي قلة السوائل رح يكون لها تمثيل تشكل الحصيات والرمل، كمان هي رح تؤدي لمشاكل كلوية يعني نتيجة نقص السوائل اذا الواحد اضطر.
دكتور كمان بنشوف حالة يعني مو بس بشهر رمضان الكريم، بكل الأشهر عند مرضى القلب فجأة بوقف الدواء لحاله، قديش بتعانوا من هاي الحالة إنه بيقول لك أنا وقفت الدواء، وخصوصا بشهر رمضان الكريم يمكن بينسى ياخذ حبة الدواء أو في أدوية معينة يمكن تأثيرها ما بيبين فورا يعني ضرر لما نحن نوقفها على الجسم، خلينا نحكي عن بعض الأدوية أو الأمراض اللي نحن أبدا ما لازم نوقف فيها الدواء. ارتفاع الضغط في نوع من الأدوية مثل حاصرات بيتا، هاي أدوية شغلتها تهدي دقات القلب وتنظم كهربة القلب، خليني أعتبرها هيك بالعامية. ممكن الإيقاف المفاجئ لهيك نوع من الأدوية يحرض نوبات تسرع، يعني نوبات تسرع ونوبات خطيرة، وحتى ممكن نتيجة هالتسرع يصير عندنا احتشاء بالعضلة القلبية. يعني المريض اللي عم ياخذ هذا الدواء ووقفه بشكل مفاجئ ممكن يتسرع القلب لأرقام كتير مرتفعة، يدخل المريض باحتشاء للعضلة القلبية. وحتى بالنسبة لمرضى الضغط نحن في عندنا مثل ارتفاع يعني ارتدادي بنسميه للضغط في حال المريض وقف الدواء بشكل مفاجئ، هذا الارتفاع ممكن يؤهب لحدوث نزوف دماغيه او نزوف بالشبكيه او رعاف، يعني نحن عم نحكي على مشاكل كبيره وخطره، او حتى احتشاء عضله قلبيه كمان رح يكون نتيجه ايقاف هي الادويه. بالنسبه لمرضى قصور القلب اي تخفيف بجرعه المدرات ممكن انه يتضايق انه عم يدخل دخولات متكرره للحمام، يعني ممكن انه يخفف المدر من عنده، فممكن هذا الموضوع يؤدي لزياده نسبه سوائل او احتقان الرئه بالسوائل، فبتبلش عنده صار وزمه رئه، بصير بيضيق نفسه حتى اثناء الراحه يعني، وبتكتر الوزمات عنده نتيجه عدم الالتزام بالمدرات وبالادويه الثانيه. وللاسف هي يمكن ظاهره شائعه، بتلاقي المريض انه تحسن شوي بتلاقي الطبيب حاله خلص لقيت حالي مرتاح، بوقف. يجب استشاره الطبيب باي حاله او اي يمكن شعور يمكن بحاله مثلا ما انه متعود عليها او غريبه عليه خلال الشهر الكريم، يجب استشاره الطبيب. بس ذكرت نقطه كثير مهمه لازم وقف عندها خلال حديثك دكتور، النظام الغذائي قديش مهم. نحن بنعرف يعني مرضى القلب عندهم اساسا حميه، ما كثير بيقدروا ياكلوا دهون، ما بيقدروا ياكلوا اكلات دسم خلال شهر رمضان، صعبه يعني هي القصه. والمائده الرمضانيه بتعرف هي غنيه، حتى لما تقول حلو يعني نقول اعتدال، ما فيك تحرمه كمان انه ما ياكل كثير، بس قديش مهم الاعتدال بالنظام الغذائي. والله بالحقيقه الثمن غالي يعني اذا الواحد ما التزم بالحميه الغذائيه. يعني هلا انت بتعرفي صارت الامراض القلبيه الوعائيه كل ما لها انتشار عم يكون اكثر بعمر صغير بسبب الغذاء صراحه، والامراض عم نلاقيها بعمر اصغر. صحيح. كله هي له علاقه بنمط الحياه صحيح. الحديث يعني، فهي الاغذيه الغنيه بالدسم وبالكوليسترول وبالسكريات وبالنشويات يعني، وعدم يعني عدم تم يعني المريض ما عاد عم يعمل رياضه يعني رياضه شبه انعدمت هلا كمان خلال هالشهر، كمان ما في وقت بصراحه الواحد يقدر يعمل رياضه. هي بالحقيقه كثير عم تؤدي لانتشار الامراض القلبيه الوعائيه والاحتشاءات والحوادث الوعائيه الدماغيه، كل امراض بالحقيقه حتى السكري والبدانه كلها عم تزداد نتيجه النمط الحديث. صحيح. يعني عم بعد نحن عن الخضره، عم بعد عن الغذاء الصحي، عم بنلجا اكثر للاغذيه كمان اللي فيها معدلات عاليه من الدسم والزفر. هلا الرياضه بينصحوا فيها بيقولوا جدا مهمه، بس اللي مش قادر انه اقل شيء بيقول لك الدكتور يمشي، يعني لو مش كل يوم نص ساعه شيء مريح لنشاط الاوعيه الدمويه بالجسم. هو بالحقيقه يعني نظريا عم نحكي نحن هي 150 دقيقه اسبوعيا، يعني فينا نوزعها تقريبا نص ساعه خمس مرات اسبوعيا. طبعا المقصود بالرياضه هو مشي سريع يعني، مو والله تمشي على الخفيف. هذا المشي السريع بحقق، وطبعا كل ما زدناها كل ما كانت الفائده اكثر قطعا. صحيح. بس نحن عم نحكي على الحد الوسطي المقبول اللي المريض ممكن يستفاد منه، هو تقريبا نص ساعه مثل ما تفضلتي. كثير رح تساعدنا رياضه على مرونه الشرايين، على موضوع ارقام السكر والكوليسترول، يعني رياضه كثير رح تكون لها تاثيرات ايجابيه طبعا. صحيح. طيب دكتور خلينا نوجه نصائح اليوم لكل الاشخاص يلي بعدهم عم يصوموا خلال شهر رمضان الكريم او بدهم يرجعوا على روتينهم طبيعي بعد انتهاء الشهر الكريم. كل عام وانتم بخير يعني تقريبا خلص شهر رمضان. يعني بالحقيقه لازم يعني دائما الالتزام بالدواء والالتزام بالحميه هذا ضروري، لازم
السوائل تكون بشكل كافي خلال فترة يعني بين الإفطار والسحور. موضوع الدخان نتمنى اللي قدر يخفف دخان يضل مخفف الدخان. عن الدخان لأنه يعني توعية خلال السنة بشكل كتير يعني كبير. اللي قدر يخفف هلا كاتبين التدخان مضر وكل شيء، يعني هو أساسا السبب الرئيسي لعدد الوفيات على مستوى العالم وأمراض القلب، ومع ذلك بتلاقي العالم متشبسة اليوم بالتدخين، حتى موضة بتحس الأرجيلة والدخان وأعمار صغيرة للأسف. والله عم نحكي نحن على ظاهرة عالمية بصراحة مو بس عنا، وبالزيادة يعني ما في توقف وحتى طبعا اكيد اكثر، والملاحظه اكثر انه هو عند النساء، لانه بصراحه نحن عم نحكي هيك لانه الضرر بيكون اكثر عند النساء. اكيد دكتور بدنا نشكرك بالختام، حاولنا نضوي قدر المستطاع على كل التساؤلات اليوم لكل مرضى القلب والاوعيه الدمويه خلال شهر رمضان المبارك. شكرا كثير لك. شكرا لكم سلمى. شكرا كثير لك دكتور ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها لليوم. اما هلا نور بنضل ضمن المعلومات والمساحه الطبيه.